محلل أسواق أول مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن العملات الأجنبية وافتتاح أسواق الأسهم وتقلب أسعار الذهب. أهلا بك أستاذ سركيس. أستاذ سركيس، هناك انخفاض كبير شهده الدولار الكندي في الأسواق العالمية، لماذا هذا الانخفاض؟ صباح الخير. بداية، نشهد حاليا ارتفاع في الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، والذي قرر فيه تثبيت الفائدة لكن بدء تقليص برامج شراء الأصول بواقع 15 مليار دولار كل شهر ابتداء من هذا الشهر. بينما في كندا نشهد بأن الدولار الكندي تأثر سلبا نوعا ما بالانخفاض الذي شهدته العديد من أسعار السلع عالميا خلال الأسابيع القليلة الماضية. فالدولار الكندي معروف بأنه مرتبط في السلع عالميا وكذلك في توقعات النمو الاقتصادي العالمي، والآن هنالك بعض الجهات التي تتوقع بأن يكون التعافي الاقتصادي العالمي أكثر بطئا مما كان عليه خلال الربع الأول والثاني من هذه السنة 2021، وهذا ما أثر على العديد من العملات المرتبطة بالسلع والتي منها الدولار الكندي، أضيف إليها الدولار النيوزيلندي، الدولار الأسترالي، والتي انخفضت جميعها أمام نظيره الأمريكي وتتداول على بعض الانخفاض، خصوصا مرة أخرى مع الموجة الصاعدة التي شهدها الدولار بعد قرار الفيدرالي، والتي رافقت أيضا ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، أخص بالذكر هنا عوائد سندات أمد 10 سنوات. نعم أستاذ نزار، فيما يخص السندات، هل قرار الفيدرالي الأمريكي بإبطاء شراء السندات يعني ذلك أنه لن يرفع سعر الفائدة بوقت قريب؟ الآن بالنظر إلى توقعات أسعار الفائدة، حدد الفيدرالي الأمريكي وأشار بشكل واضح بأنه ليس الوقت المناسب حاليا للمساس بأسعار الفائدة، فأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها تاريخيا بين 0 و25 نقطة أساس%، والتوقعات في أقربها تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي ربما سيبدأ برفع الفائدة اعتبارا من منتصف عام 2022، وهذا يدل بأن الفيدرالي الأمريكي ليس مستعجل تجاه رفع الفائدة. فبداية يجب عليه تقليص برامج شراء الأصول، وذلك مع الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم، مؤشر أسعار المستهلكين 5.4، مؤشر نفقات الاستهلاك الجوهري 3.6، وهذه أعلى مستويات منذ تسعينات القرن الماضي. أما بالنسبة لأسعار الفائدة، فالاقتصاد الأمريكي حاليا يبدي تباطؤ في التعافي الاقتصادي، النمو الاقتصادي انخفض من أكثر من 6% خلال الربع الثاني إلى حوالي 2% خلال الربع الثالث، وهذا إذا دل على شيء يدل بأن الاقتصاد الأمريكي ما زال بحاجة إلى التحفيز، خصوصا وأن الفيدرالي الأمريكي يركز على ما يسميه التوظيف الكامل، وبالتالي من غير المتوقع أن يقوم بأي تعديلات أو رفع بالفائدة على الأقل حتى النصف الثاني من عام 2022، إلا طبعا إذا حصلت ظروف تغير من هذه النظرة. نعم، دعنا نذهب إلى النفط قليلا. ماذا عن استئناف المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي وأثره على أسعار النفط؟ نعم، تم الإعلان بأن هنالك تجدد للمفاوضات ما بين إيران والعديد من الدول الكبرى في العالم تجاه الملف النووي الإيراني، وستبدأ المحادثات في 29 من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يكون هنالك بعض الليونة من جميع الجهات في محاولة لإعادة بعض الاتفاقات. فكما نعلم أن جو بايدن حاليا يركز بشكل كبير على المعروض في النفط في الأسواق العالمية، حيث أنه اتهم العديد من الدول المنتجة بأنها هي السبب وراء الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدناه خلال الفترة الماضية. يعني نتكلم ارتفعت أسعار النفط عالميا، أتكلم هنا بأكثر من 70% على مدى عام 2021 الجاري. والآن مع توقعات بأن يتم هنالك نقاشات جديدة، لاحظنا يوم أمس انخفاض في أسعار النفط وترافق أيضا مع ارتفاع في المخزون الأمريكي، لكن هنالك ملاحظة مهمة وتوضح سبب الحاجة لمزيد من التدفقات النفطية عالميا، وهي انخفاض المخزون الأمريكي من البنزين إلى أدنى مستويات منذ عام 2017. بالتالي هذه المفاوضات ربما ستتسم بأنها ستكون أكثر ليونة، وذلك لتوفير المزيد من التدفقات، خصوصا ونحن اليوم ننتظر أيضا
قرار منظمة أوبك وحلفائها بخصوص الإنتاج، والتوقعات تشير بأن تقوم منظمة أوبك برفع طفيف بالإنتاج مقداره 400,000 برميل. نعم، شكرا لك محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار على هذه الإفادة.